ومن يكذب هذه الدعوة الحقة فها أنا ذا بين أيديكم، وأنا مستعد للمباهلة، بل وأتحدى علماء جميع طوائف المسلمين، شيعة وسنة وعلماء النصارى واليهود، بأني مرسل بالنسبة للمسلمين من المهدي عليه السلام، وبالنسبة للنصارى من عيسى عليه السلام، وبالنسبة لليهود من إيليا عليه السلام، ومستعد لمناظرة كل أصحاب كتاب بكتابهم. قعدت بالطابرة تسند يا بويا تريد توصي، قلت هذا انت يا عباس اريدك يا ابن توفيني، وفيتك يا طيتي شاعر.